والختام مع فقرة تغذية، وكنا بنعرف أنه للفيتامينات والمعادن أهمية كبيرة ودور كبير بصحة أجسامنا. اليوم أي زيادة أو نقصان فيهم ممكن يسبب لنا الكثير من المشاكل. سلمى، اليوم رح نحكي أكثر عن الفيتامينات، ولكن بالنسبة لطلابنا طلاب الشهادات أديهم بحاجة اليوم لفيتامينات، خصوصا أدي عم يتعبوا ويدرسوا، لازم ننتبه لصحتهم. صحيح هايدي، ويمكن كثير صارت هلأ موضة على السوشيال ميديا هذا مثلا هي المكسرات، هذا النوع مثلا بيقوي الذاكرة، هذا النوع مثلا بيفيد أكثر. في كثير أسئلة بتخطر على بالنا، يا ترى شو الصح بالموضوع؟ هل فعلا التغذية الصحيحة أو نوع التغذية والمأكولات ممكن ترتبط بتحسين الذاكرة عند الأطفال؟ مو بس حتى عند الأطفال والكبار، حتى عند كبار السن البعض من اللي بيعانوا بعض الأمراض اللي بتتأثر بالذاكرة بيقولوا إنه أنواع التغذية ممكن إنه هي تساعدهم. كل هاي التفاصيل رح نطرحها على ضيفتنا طبعا اللي رح تجاوبنا عنها بالتفصيل، واللي معنا صارت بالاستوديو الدكتوره آية صابر اختصاص تغذيه. سعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتوره، اهلا وسهلا فيكي. لو معنا فيتامينات عديده كلها مهمه اكيد للجسم، بتأدي وظائف عديده، ولكن حابين نعرف بدايه شو هو الفيتامين المسؤول عن الذاكره والتركيز. تمام، هلا ليكي خلينا نعرف البدايه انه الطلاب بهذا الوقت بيتعرضوا لحاله من التعب من الاجهاد، بصيروا بيمروا بحاله من الستريس، فبصيروا بيميلوا انه يتناولوا الاغذيه والاطعمه بشكل غير واعي، سواء من الكميه او النوعيه او حتى التوقيت. واغلب الطلاب بهذا الوقت بيميلوا انه يتناولوا كميات عاليه من السكريات من الحلويات، يعني ما بيعرفوا انه هي بعد ربع ساعة شو بصير عندي، بتعطيني تعب وخمول على عكس أو أول فترة آنية من تناولهم للسكريات. تمام، حتى الخبز حتى المعجنات كمان تناولهم كميات كتير كبيرة بتخلي الجهاز الهضمي ياخد كل طاقة الجسم. عشان هيك الأهل هن بشكل يعني من محبتهم بصيروا بيعطيهم إنه بيطعموهم كمية عالية من الخبز من الرز من المعكرونة سواء على الفطور أو على الغداء، فمنلاقي الطالب بعد تناوله لهي الوجبة ما عاد عنده هي طاقة انه هو يقوم يدرس. تمام، مشان هيك لازم نحن نعطيها بشكل يعني فيني اقول بشكل واعي، انا عرفانه شو بده، شو المتطلبات اللي هو بده اياها. بالنسبه للفيتامينات والمعادن، فاول شيء بدي احط ببالي الاوميجا 3 يلي بيكون موجود ضمن الاسماك، ضمن التونه، ضمن السردين، ضمن الجوز. الجوز فيه اوميجا 3 من نوع دي اتش اي يلي بيساعد على تقويه الذاكره وتطور وظيفه الدماغ. تمام، وللاسف هلا بهالوقت قليل تلاقي الطالب انه يتناول مثلا اسماك مرتين لثلاث مرات بالاسبوع، فممكن انه الجا انه اعطيها كسبلمنت. تمام، ثاني شيء بدي افكر فيه هو الفيتامين اي. الفيتامين اي هو من الفيتامينز اللي لازم اعطيها خلال فتره الامتحانات بالاخص. ليش؟ لانه الفيتامين اي يلي بيكون موجود بالدهون من الزيتون، من زيت الزيتون، بالمكسرات، بيساعد الطالب على استرجاع المعلومات، يعني بيساعد انه الدماغ يعمل انسجام بين المعلومات بين بعض البعض حتى هو يقدر يرجع يسترجعها وقت الفحص. تمام، كمان بدي افكر فيه هو السيلينيوم. السيلينيوم كمان من اهم الفيتامينز اللي انا بحتاجها لحتى اطور انا عندي وظيفه الدماغ. سيلينيوم انا بلاقيه باليقطين، فممكن انا فوت له ضمن النظام الغذائي مثلا شوربه اليقطين، في نساوي له اياه اليقطين كمتبل. تمام، والكوسه يمكن كمان، الكوسه كمان فيها مضادات اكسده كمان بتساعد على هذا الشيء. كمان انا بدي افكر في الفيتامين بي، لكن فيتامينات بي بشكل عام هي بتساعد على تقويه الذاكره وبتساعد على تطور الدماغ، بس بشكل اخص عندي الفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 لما بيكون في عندي ديفيشنسي او نقص فيه، فبنلاقي صار عند الشخص فقر دم، فبتقل الاكسجه اللي واصله للدماغ، مشان هيك بنلاقي الشخص التركيز والاستيعاب عنده قل. مشان هيك لما نحن نجينا اي مريض عم بيعاني من اضطراب بالذاكره، اضطراب بالتعلم، وهيك قبل ما اشخص له زهايمر انا بستثني انه ما يكون عنده نقص بالبي 12 وما يكون عنده اضطراب ضمن التي اس اتش او غده الدرقيه. في حال كان هدول كلهم سليمين فهو بيكون عنده نقص زهايمر. طيب دكتوره خلينا نحكي اليوم، كثير اوقات بنسمع عن انه في خلطات معينه بالاكل ممكن الشخص ياخذها هي بتفيد وبتقوي، وفي بعض بياخذها جاهزه، يعني هلا صرنا عم نشوف انه اشرب هذا المشروب يوميا بيصير معك كذا وما الى ذلك. قد ايه انت مع هذا النوع؟
من هلا في شيء له تمام في شيء له صحه وفي شيء له لا. هلا اول شيء هلا احنا بنعرف انه الكافيين من القهوه من الشاي من النسكافيه بتعطيني بتزود التركيز، بتساعد الطالب انه هو يقدر يحل يركز يعرف يدرس، بس الكافيين بتناوله بكميات كثير عاليه وبوقت غلط بتخليه يفوت بمرحله عكسيه. فانا ممكن استثني يعني بدل بدال القهوه والشاي والمته وهيك بالماتشا. الماتشا بيعطيني تركيز وبيعطيني قدره على الاستيعاب، بيعطيني قوه لحتى انا اقدر استرجع معلوماتي واكتب بشكل كثير منيح بالفحص. بلاس على هذا الشيء بيعمل لي ريلاكسيشن للجسم، يعني بيفوت الجسم باسترخاء بس بنفس الوقت مو نوم، يعني بيسترخي الجسم لحتى هو يقدر يعمل تركيز اكثر ويقدر يحل بفحصه اكثر. اما كمشروب فانا على طول بقول لهم انه جيبوا اول شيء كل شيء توتيات، يعني البلو بيري، التوت الاسود، التوت الاحمر، الكرز، الفريز، هدول كلهم فيها مضادات أكسدة من نوع الأنتوسيانين. الأنتوسيانين الأبديت الجديد أثبت فعاليته إنه هو بيساعد بتطور الدماغ وتطور وظائف الذاكرة. تمام، أضيف عليه موزة مثلا، فيني أضيف عليه الجوز مثل ما حكينا إنه هو فيه أوميجا 3 من نوع DHA، يعني فيني أضربهم بالخلاط أشربهم ككوكتيل. فهذا الشيء بيساعد على تقوية الذاكرة وبيساعد على تطور الدماغ عندي. تمام، ويمكن كتير مهم اليوم قبل الامتحانات قبل بيوم نحن نعرف شو هي نوعية الأكل أو نوعية النظام الغذائي اللي لازم نعتمدهن، بعد عن كل شيء في أطعمة يمكن بتسبب انزعاج للمعدة لأنه بيكون ثاني يوم في امتحانات. شو هي الأطعمة اللي بتنصحي اليوم يبعدوا عنها الأهالي مشان الطلاب إن كان قبل بيوم أو حتى كمان قبل الفحص؟ في كتير من الطلاب بتفطر قبل الامتحان، فخبرينا أكثر عن هالموضوع. تمام، هلأ كأغذية لازم أنا بعد عنها أول شيء كل شيء أغذية مقلية، كل شيء فيها زيوت مهدرجة، الحلويات سواء العربية والغربية بتكون عالية بالدهون المشبعة وعالية بالسكريات، هدول كله رح يفوتوا لي الطالب بحالة من الخمول ومن التعب. نحن بنفكر هيك عم نساعدهم ونروح بنجيب له صحن كنافة. لا هو بالعكس هيك عم بتضربي، بس هو صاير فينا من محبتنا انه فبتوفيهم انه بمزاج جميل. عرفتي كنظام غذائي انا ممكن اتبع له اياه مثلا قبل الفحص. هلا في طلاب معودين انه يشربوا قهوه، يشربوا نسكافيه، يشربوا شاي، انا ما فيني امنعهم لانه هن في كميات كافيين معود جسمهم عليهم، انا ما فيني اوقف لهم اياهم. فخلص بيشربوه عادي، بحط معهم، ما بحط خبز ابيض، بحط خبز شوفان، خبز حط خبز الشعير، خبز القمح الكامله. القمح الابيض اللي بيكون بالخبز بيساعد انه بعد تقريبا ربع ساعه بيفوت الشخص بحاله من الخمول والتعب وبيقل الاكسجين على الدماغ. تمام، بحط له خبز شوفان، فوت له معه جبنه لبنة، بس بشرط انه تكون منخفضة او خالية من الدسم لحتى ما يصير في عندي ارباك بالامعاء وما يصير هو عم يحل مزعوج من الهضم عنده. تمام، إذا في من بعض الطلاب بيعانوا من شيء بنسميه ستريس آلسرز أو بنسميه قرحة عصبية، إنه بيقول لك أنا عندي ألم براس المعدة عم يسبب له وفوته بحالة من اضطراب المزاج وحالة من العصبية. فعلى طول إحنا بنقول لهم خذ 3 تمرات، ما تشرب لا قهوة ولا شيء، خذ 3 تمرات وقطع موز شرائح. تمام، مصهم واشربهم. في الموز بيعطيني مادة بتقلل من الأتش CL او من حموضة المعدة، فبالتالي رح يخفف لي من انزعاجاتها. بلس الموز والتمر فيهم مغنيزيوم فبيعمل على ارخاء عضلات المعدة. تمام، انا هيك فيني كتير اني ساعده. اذا كانت معدته ما فيها شيء وما بحب يشرب قهوة فيني شربه كاسة بردقان فريش. تمام، كمان الفيتامين سي يلي بيكون بيقلب البردقان او الليمون او هيك، هذا كله بيغسل هرمون الكورتيزول بالجسم يلي هو بنسميه هرمون التوتر والخوف. والفيتامين سي يلي بيكون بيقلب مشروب البردقان او الليمون، هذا كله بيعطيني تنشيط للذاكرة وتنشيط للدماغ. طيب دكتورة خلينا كمان هيك نحكي شوي اليوم تنظيم الوقت مع تنظيم ساعات الأكل. يعني اليوم إذا أنا بدي أكل وأدرس الوقت لازم يكون في فرق مسافة بين وقت أكلي ووقت دراستي، قديه مهم
تنظيم الوقت، يعني ما يكون واحد مثلا بيتغدى وبعد الغداء بده يقوم دغري يدرس، اكيد رح دماغه كله حيكون شغال على الاجهزه الهضميه، فكمان هي خلينا نعطي شويه نصائح للطلاب. تمام، هلا لنفرض انه الطالب رجع عندي من الفحص، خلينا من الساعه لحتى يروح التوتر والخوف اللي كان عنده حتى يقدر يبدا بالماده الجديده. بعد ما يوعى بنعطيه كاسه مي وليمون، مثل ما حكينا الليمون رح يغسل عندي هرمون الكورتيزول ويفوته بحاله يعني رواق ويشيل عنده العصبيه. اما كدراسه فهو لازم كل ساعه دراسه من 5 لـ10 دقائق يقوم ما يدرس، يلعب رياضه، يلعب يوغا، ممكن يلعب ضغط حتى اذا شباب يعني، بس المهم انه الدماغ يوقف انه خلص انا هلا ما عاد في دراسه لحتى يرجع يتنشط، لانه انا ما بيهمني هو يدرس لي 3-4 ساعات اذا مخه مو معه. تمام، فيني انا احط له ضمن النظام الغذائي مثلا على الغداء حاول بعد عن اللحوم الحمراء، لانه اللحوم الحمراء اول شيء ممكن تقلل لي مناعته، بلاست الدهون اللي فيها كمان رح تزعجه، ففوت له الدجاج، الدجاج فيه هرمون التريبتوفان فهي رح تحسن عندي المزاج وتقوي عندي الذاكره. لازم الطالب بوجبه الغداء يكون في عندي طبق سلطه، الاوراق الخضراء بتكون ضمن السلطه فيها اول شيء كيتو هو فيتامين بيقوي وبينشط الذاكره، وفيها كمان فوليك اسيد او البي 9 يلي هو كمان له دور انه بتنشيط الذاكره. تمام، السبانخ رائعه للطالب، فيها كمان كميه عاليه من الكيتو، الانجينار كمان فيه مواد بتعمل لي استرخاء للجسم حتى هو يقدر يركز بشكل اكبر، بشرط انه ما يكون مريض قولون عصبي، لانه الانجينار فيه كميات كثير عاليه من الالياف. تمام، المساء انا فيني شربه مثلا كوب لبن. تمام، كوب اللبن كمان بيساعدني انه هو يسترخي وفيه بروبايوتيك فبيساعد على تنظيم الهضم، بس ما ينعسون كمان قبل ما ينام عليه. تمام، كسناكات انا فيني فوت له الشوكولا، بس بختار نوع الشوكولا بيكون هيلثي اكثر، يعني الدارك شوكليت مثلا انا عندي اول شيء فيها كافيين فهي بتزيد الترويه والتربيه الدماغيه بشكل اخص، ثاني شيء دارك شوكليت بتعمل لي تنبيه للخلايا العصبيه لحتى ينفرز عندي هرمون السيروتونين او هرمون السعاده، والشوكولا الدارك يعني مو مثل الشوكولا العاديه، انت بتعطيكي هرمون السعاده بس مو فورا بتنزل عندي، لانه يعني الشوكولا العاديه اذا اكلناها بكميات كثير عاليه بتلاقي انه انت تحسن مزاجك اول شيء، عيلي ربع ساعه بتلاقي فتي بغير مود وفتي رجعت لحاله الاكتئاب تبعي، فلا خلينا على الدارك شوكليت كسناكات بكميات كثير معقوله. في ناس بتعطي بوشار بتقول انه هو يعني اخف من الشيبس مثلا للي بيحبوا هذا النوع من السناكات، بس بينفخ البوشار، فإذا كان كمان مريض كولون عصبي أو إذا كان مطهي بطريقة محطوط سمنة أو محطوط زيت مهدرج أو أي شيء، لا أنت هون زودتي عنده الإرباك وزودتي عنده التعب. تمام، حكينا كثير عن الفيتامينات المهمة لصحة أجسام طلابنا اليوم ليساعدهم أكثر على التركيز بامتحاناتهم، ولكن حابين نعرف منك كمان دكتورة عن الفيتامينات المسؤولة عن ضعف التركيز، شو هي؟ خلينا نوضح أكثر. هلا أول شيء كل ما حكينا إذا كان عندي نقص بالبي 12 فهو فورا رح يفوت بصعوبات بالتعلم بالتركيز، إذا كان عندي نقص بالفيتامين دي رح نفوت الشخص باكتئاب وتلاقي التركيز عنده كمان انتزع، يعني فيك تقولي ونقص كمان فيتامينات البي، ومن أهمها يعني حتى البي 1 من أهم الفيتامينات البي يلي بتحول العناصر الغذائية لطاقة وبتنشط عندي الذاكرة، فلما بيقل مستويات البي 1 كمان بتلاقي الشخص ممكن تضطرب عنده الذاكرة ويفكروا وفايت بحالة زهايمر. أكيد يعني اليوم هيك حكينا عن تقريبا كثير تساؤلات بتخطر ببال الناس ومعلومات، هل في شيء معين انت كمان اليوم تحبي تنصحي فيه بالخصوص؟ مثل ما قلتي بعض الانواع المأكولات هي ممكن تكون مفيده بس اشخاص مثلا بيجهلوا انه هي ممكن تضرهم اذا عندهم كولون او امراض ثانيه، فهل في نصائح متخصصه لبعض الناس اللي عندها مثلا كولون او اللي عندها نقص معين بشيء بتفضلي انه يبتعدوا عنه؟ تمام، هلا كمريض كولون عصبي بيعاني مثل ما بنعرف مريض الكولون عصبي مرتبط بالنفسيه، فهو لما بتكون مزاجه سيء ونفسيته سيئه بتلاقي فورا بتاثر عنده الجهاز الهضمي، فانا بالبدايه كعلاج اول شيء بحاول بعد عن كل شيء بيزعجه، يعني البقوليات بتزعجه بعد عنها، او اذا جاي على بالك كثير ممكن انك تنقعها قبل بوقت 3-4 ساعات الماده اللي فيها هي الفايتيك اسيد يلي بتزعج الكولون العصبي يكون تخلصت منها. تمام، ثاني شيء فيني فوت له البروبايوتيك، البروبايوتيك كثير اثبت فعاليته وكثير له ابديت
بفعالته بعلاج مريض الكولون العصبي. ولا كأكل؟ لكي حسب الحالة، إذا حالة شديدة أنا ما فيني فوت له يا أكل قد ما كان، يعني وين ما وجود البروبيوتيك بالمخللات باللبن بحليب الكفير وهو ماله كتير متوافر عنا، فما في هالمصادر يلي كتير كبيرة وعالية بالبروبيوتيك. فأنا إذا حالة شديدة لا فوت له يا سابلمنت كل يوم حبة على الريق، بعطيها شهرين وبريح أسبوعين هيك بتلاقي الأعراض جهاز الهضمي كتير خفت، ممكن وقتها بلش اقطع له اياه وارجع للمصادر الطبيعية تبعه. بالختام الدكتورة آية صابر اختصاصية التغذية، بدنا نشكرك كتير لكل المعلومات اللي قدمتيها، وأكيد بالصحة والسلامة للجميع. شكرا لاستضافتكم الجميلة. شكرا لك ولوجودك معنا حبيبتي.